هكذا كان من هو مقابلي على طاولة المطعم يتحدث عن اللحم واللحوم، وهو يأكل كبد الخروف نيئا. لم أكمل طعامي من الفول والحمص، تركت كل شيء وخرجت إلى الشارع أتنفس الهواء. تذكرت الخروف الصغير الذي رافقني في بداية حياتي، كيف ذبحوه أمام عيني، وكيف دلقت دمه على الجزار الذي ذبحه، ورحت أركض في الحقول خوفا من أن يذبحني من له شارب معقول. بقيت هذه الحادثة عميقة في داخلي، حتى أنني اعتذرت وغادرت وليمة ضخمة دعانا إليها رئيس البلد الذي كنت فيه، عندما كان الخروف كاملا محمرا أمامنا وهم يسلخونه قطعة قطعة. نحن وحوش، نحن معتدون، نحن البشر قتلة. قال لي أستاذي في المدرسة: لكن الله حلله لنا. التزمت الصمت، ولكنني سألت أستاذي بعد ذلك: ولكن هل يأثم من لم يأكل اللحم؟ أجابني بابتسامة: لا يا بني، أبدا، بل على العكس، الرفق بالحيوان مطلوب، والابتعاد عن أكل المنتجات الحيوانية أمر صحي. امتلأت فرحا وأنا ما زلت طفلا، ذلك لأن إجابة أستاذي كانت ترضي ما بداخلي فاكتفيت بها. بعد مضي السنين كنت ذات مرة مع أسرتي في إحدى القرى القبرصية، نقضي يوم الاثنين الأخضر مشمسا، هكذا يسمونه الاثنين الأخضر، وكانت آلاف الأسر تقضي ذلك اليوم في الطبيعة المفتوحة، وطعامهم يقتصر بالكامل على النباتات. ذاك هو يوم تحس به بارتياح وتنسى فيه الكثير من الغدر. قطعنا قرية أنايا من ضواحي نيقوسيا، ثم اتجهنا نحو أيوس إيراكليوس، وهو دير ريفي هناك يزوره الناس تيمنا أو حبا أو استجماما أو عطلة أو نزهة. وهناك بسطنا البساطة وتشاركنا مع بعض الأصدقاء أبناء البلد طعامهم: زيتون وخضار وبقول وحبوب وحلاوة السمسم وعصائر. الله الله، ما لذ ذلك الطعام في ذلك الجو، ما أريحه وأخفه على الجسم. تمددت على العشب أشم رائحته، وعيناي باتجاه قبة السماء عبر أغصان شجر اللوز الذي يزهر، إنه سحر الامتزاج بالطبيعة. قم لنتحرك زهير، قم، لقد صرنا عصرا، ركونا بعض الوقت الإضافي، فليست كل الأيام كهذا اليوم. كنت منتشيا كأنني جزء من طبيعة رائعة خلقها الله، ولكننا ننساها دوما. عندما سمعت أجراس أكباش الراعي مقبلة، سبقت الحيوانات روائحها، انتصبت على الفور، فقد كان قطيعا ضخما. هنا استفقت من رقدتي، وخيل لي أن آلاف البشر يحملون آلاف السكاكين ينحرون فيها رقاب هذه المخلوقات البريئة، وقد تلون كل العشب بالدم الأحمر.
التقيت ذات يوم في مكتبي بمدرب يوغا، وكان ذلك قبل 40 عاما. اعتذر الرجل عن ضيافة قدمتها له، فهو ذو نظام غذائي نباتي معين مقنن بدقة. كان الرجل رقيقا ناعما باسما مشرقا هادئا، فطلبت منه وقتها أن يحدثني. أول ما بينه لي أننا نحن البشر معتدون، نحن البشر معتدون. تركت الكرسي وأتيت لأجلس قربه. انظر صديقي فيما سأقوله لك. أولا، هناك صنفان من الحيوانات في هذا الكون، حيوانات تعيش في غذائها على النبات فقط، وحيوانات تأكل اللحوم. اقتربت منه أكثر وأجبته: نعم هذا صحيح. فتابع الرجل قائلا: لنأخذ مثلا الذئب كحيوان لاحم، لو درسنا تركيبته التشريحية لوجدنا الأنياب القوية البارزة، ولو درسنا قناته الهضمية لوجدنا أمعاءه قصيرة سريعة الإخراج. هذا التشريح يتوافق مع التغذية على اللحم: أنياب تمزق وجهاز هضمي قصير نسبيا لطرد المفرزات نظرا للسموم الناتجة عن هضم اللحم. وهذا صحيح أيضا. لنأخذ من جانب آخر تشريح حيوان لا يأكل غير النبات كالشاة مثلا، فإننا نجد بداية قناته الهضمية أسنانا على شكل قواطع لا أنياب قوية، كما نجد القناة الهضمية طويلة متناسبة وهضم الأعشاب والقيام بعملية الامتصاص. نعم وهذا صحيح أيضا. تابع الرجل: لنسأل الآن سؤالنا إذن. اسمع، أين يقع تشريح الإنسان بين هذا وذاك؟ تنظر لي بشيء من الاستغراب؟ لا تستغرب، لا تستغرب، نحن البشر مهيئون للتغذية النباتية لا للتغذية الحيوانية. حتى أنيابنا نحن البشر صغيرة وغير فاعلة. على أي حال، للحديث بقية طويلة يا صديقي. هناك أناس مثلنا يعيشون طويلا وأكثر سعادة فقط لأننا لا نأكل الحيوانات إطلاقا. على أي حال صديقي، أرجو أن تقرأ في هذا كثيرا. شكرا لضيافتك يا سيدي العزيز. ودعني الرجل كما دخل بذات السحنة والتعابير المريحة المبتسمة. كنت أمر ذات يوم أتسكع في شوارع دمشق، أتفقد كالعادة كتب الأرصفة، فقرأت عنوانا لكتاب اسمه اليوغا تطيل عمرك. اشتريته متذكرا ذلك اليوغي العابر في مكتبي. عدت إلى الكتب الكثيرة باللغة الإنجليزية والعربية، قرأت في اليوغا الأسانة، التأمل، التخيل الإيجابي، الشفاء التلقائي، قرأت في أوشو وفي جبران وفلسفة اللاعنف الغاندية، قرأت في الحب، وعدت إلى مآسي سوفوكليس وشكسبير في جده وملهاته. قرأت أدبا طاف في نفسي حول العالم، حيث أضاف لرصيدي الكبير في قراءاتي حول تراث العربي والإسلامي، والذي هو العمود الفقري لفكرنا نحن العرب. قرأت مئات الكتب، بل ربما آلافها. هنا وفي لحظة تأمل توقفت لأتذكر الجزار الذي ذبح خروفي الصغير
الذي كنت ألعب وإياه على العشب. سمعت وتأكدت بأن الإنسان يعيش حياة أقل مرضا وأطول صحة لو اقتصر على الغذاء النباتي. أصبحت واثقا بأن الإنسان النباتي أكثر حبا واستيعابا وابتساما وأكثر سلمية وهدوءا وابتعادا عن الإثرة وقربا من الإيثار. في بلاد بعيدة يعاقبون المجرم باقتصار غذائه على اللحم فيموت بحد أقصى خلال 6 أشهر. أما الذين يعيشون أكثر من قرن فمعظمهم لا يمثل اللحم غذاء حقيقيا له. اللحم وحشية إنسانية، عنوان عريض. اللحم وحشية إنسانية، لم نترك شيئا لم نذبحه، الطير والدواجن وقطعان الماشية، صيد البر والبحر والجو، حتى أن هناك من البشر من لم يوفر الكلاب والحشرات والديدان. معظم البشرية قد فعلت ذلك، وأسوأ هؤلاء البشر من ذبحوا البشر. مع الصباح الندي رأيت عصفورا ملونا على غصن قريب، فتحت النافذة، قلت للعصفور صباح الخير. كنت من كل قلبي أريد أن أتحدث معه لأقول له إن عند بعض الناس شيء من الحب الكبير، وأنا أريد أن أبرهن ذلك لك. غير أن العصفور الملون أحس بي ففر طائرا مبتعدا إلى شجرة أخرى. رحت أناديه، لا تخف أيها الطير البريء، لا تخف أيها الطير البريء، والله إني أردت معاهدة سلام معك. لكن الطير طار مبتعدا وطار معه سرب كبير، ولم أعد أسمع صوت الطيور. لم يصدقني أي من مخلوقات الله لأنني بشر. لا أحد أعتاد من البشر على غير الغدر. لا أحد أعتاد من البشر على غير الغدر. Thank you.